يعلم الأولاد عندنا إذا يريد يسافر أو لا يسافر، يشتري مثلا لعبة أو لا يشتري اللعبة، ماذا يصنع؟ نعم. ياخذ قطعه النقود الحديديه هذه. نعم. ويرميها هكذا. جاءت على الرقم يسافر. جاءت على الرقم الثاني لا يسافر. أو يأخذ وردة مثلا. ويبدأ يقطع أسافر لا أسافر أسافر لا أسافر أسافر. أو عندهم يعلم الصغار بعض الأناشيد، يقول كذا 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 كذا. نعم، هذا أسافر وهذا لا أسافر. هذا من عمل أهل الجاهلية الاستقسام بالأزلام من الشرك. عمل أهل الشرك والضلال. نيجي أمبل ريكو أمال ربما نكترك هاي من نحن الوين.